اهلا، قبل ما تتفرجوا على الحلقه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. هلا باسل. هلا انس. الصراحه كيف حالك؟ الصراحه كيف حالي؟ بصراحه كيف حالك؟ بصراحه كيف حالي؟ هي. بصراحه مبسوط انه يعني قاعد انا وياك القعده، وبتوقع انه نعمل حوار حلو كتير، لانه انا شفت كيف انت بتتعامل مع هذا الموضوع، والحقيقه كتير انبسطني وعجبني هذا الاسلوب، وهذا السبب الاساسي اني انا يعني موجود معك وبيشرفني. وباسل خارج اليوم على الكرسي في هالمرحله من حياته كيف؟ سؤال مطاط كتير هذا، انه انت عم تسال حدا خارج هذا اللقاء كيف. انا بحاول ما يكون في عندي ازدواجيه بين اللي بيشتغل شغلنا، اللي يعني لهي المهنه فيها تشوهات كتير، دائما الاضواء للاسف تعمل تشوهات عند مش اصحاب الضوء المسلط عليهم الضوء، فبتكون فخ كتير كبير بالنسبة لكتير من الناس انه تعمل ازدواجية. انا شخصيا بحاول انه ما يكون عندي الازدواجية اطلاقا بيني انا، يعني انا باسل قاعد معك هلا مع عائلتي بشغلي، بحاول دائما ان يكون واعي لهذا الشيء، لانه الضوء هو مرض. يعني قديشه جميل وحلو وبيعطيك شيء حلو جدا في الحياة، ولكن لازم تشوف انت شو الإفكت تبعه. الإفكت تبعه ما كتير ببين، وبحاجة انك تكون سمارت لحتى تقدر تعرف أهمية الضوء. بقصد الضوء مش اللايت، يعني بقصد يعني معنى الشهرة والتسليط الضوء على الإنسان. بالضبط بالضبط. فأنت جاوبني بس بشكل عام، يعني انك ضروري عندك ما تكون يكون في ازدواجية. هل جربت، هل كنت في فترة مثلا على الشاشة وقدام الأضواء وفي الفعاليات غير عن باسل في البيت؟ ايه، عم قلك هو الوعي لفكرة انه ممكن الأضواء تعمل ازدواجية بخليني اعرف تماما امتى انا ما بكون باسل نفسي، لانه احيانا بتتطلب عليك الظروف انك ما تكون نفسك، يعني ما تكون طبيعي. للأسف لك هذا الشيء، لانه جربت بكثير من المراحل بحياتي انك تكون طبيعي، عن جد طبيعي أنس، بس معظم الناس تفهمك بطريقة غلط، تفهمك as a low profile. عرفت شو بقصد؟ يعني بتصير تعتبر بأنه أنت من السهل تجاوزك، من السهل أنك تكون تابع لشيء معين، بيسترخصوك بشكل أو بآخر. يعني عرفت شو بقصد؟ وهذا لا يعني بأنك أنت تكون دائما رافع مناخيرك لفوق وشايف حالك إطلاقا، بس فكرة أنه أنا نفسي بالبيت هو نفسي اللي برا العمل اطلاقا، مش 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 ديفرنت بيرسوناليتي اطلاقا، لا، بس بكون واعي لمدى التغيير اللي بيحصل. هذا اللي قلت لك عليه بالبدايه، انه انا بحاول اني ما اوقع بالازدواجيه. فصحه باسل النفسيه في الوقت الحاضر كيف؟ يعني مثل ما بينقال انه معرفه المشكله هي بدايه الحل. الصحة النفسية دائما بتجي من انك تحيط نفسك نوعا ما بشروط صحية لأبعد الحدود، او تحاول انك تحط نفسك بشروط صحية، سواء من الدائرة الاولى اللي هي بيتك، علاقتك بالبيت، بعائلتك، بالدائرة الاهم في حياتي، اللي بالضرورة هي اللي بتحملني كل الذخيرة اللي اطلع فيها لبرا، لانه رح كون مثل هالبياض اللي قاعدين فيه. بمنتهى الصراحه الزمن صار صعب جدا، وانك تكون موجود ما عاد سهل ابدا، فبحاجه لذخيره، وبحاجه انه يكون في عندك حتى فصل انواع بالكاركتر. يعني ما بتقدر انك تكون نفس الكاركتر كل الوقت، وخصوصا اللي بيشتغل بشغلنا. صح. بس ليه ما حصلت الجواب الدقيق؟ يعني الحين انت كيف؟ انا هي باسل كيف اليوم؟ اليوم مستقر ولا مضطرب ولا قلق ولا سعيد؟ دائما عندي قلق. يعني انا من جزء من شخصيتي اني انا قلق،
وربي عندي هذا الشيء من لما صارت عنا الأحداث في سوريا، وفجأة حسيت أنه أنا ما في وراي ولا قدامي ولا يميني ولا شمالي، وحيد في هذا العالم، عرفت شلون، ومسؤول عن ولد صغير عمره سنتين ونص، وعن عائلة، وعن عائلة في سوريا، وحس حالك في المحيط ولا بتقدر تسبح لقدام ولا بتقدر، مجرد أنك أنت تعوم فقط. يعني المشن تبعك حاليا أنك تضل بس أدران أنك أنت تكون فايش على وش الماء. فالقلق موجود، هو جزء من شخصيتي، واللي أحيانا الحقيقة بيعمل لي نوع من الانعزال، الانعزالية خليني أقول لك، بس بنفس الوقت هو شيء إيجابي جدا لأنه بينعكس على عملي بطريقة كثير كويسة. قلقي الجانب الإيجابي منه أنه بعملي بيعطيني هامش كثير منيح للتجويد. الحين كم عمرك؟ مواليد 77. بيني وبينك 4 سنين، يعني حين 44 تقريبا 44. فباسل في 44 وين تحس واصل؟ هل نضج كثير؟ هل عرف مثلا يتعامل مع القلق؟ هل عرف يستقر ذهنيا مش بس من ناحية مادية ولا حياة؟ قدرت تفهم التركيبة اللي تحتاجها في حياتك عشان تكون إنسان صحي؟ أحياناً التركيبة ممكن تكون أنت بتملكها، لكن الإفكت الأكبر إلها بأنك تعطيها للآخر. أحياناً بيكون نحن بنقول سكافي حافي، يعني نفهمني لا أشرح لك، يعني أحياناً بتكون أنت عندك من، يعني ممكن ملاحظتك للآخر، نصيحتك للآخر تفيده أكثر من نفسك، يعني تماما مثل المعالج النفسي اللي ما بيقدر يعالج الأشخاص اللي هن قريبين منه. عرفت، ما بيقدر لأنه بيدخل فيها العاطفة وما ما بيقدر يكون موضوعي. فسألتني سؤال أين أنا حاليا، أنا بقول لك أنه بالضرورة بملك إكسبيرينس كبيرة على مستوى الحياة وعلى مستوى المهنة اللي أنا بشتغلها، وما بعرف قديش أنا ممكن أنا أكون الجدج تبع حياتي، ما بعرف، بس إذا أنا بفكر أنا وين هلأ، بقول لك أنا I'm fine لما بكون اللي حوالي سعيدين واللي بيهموني سعيدين. ما بشوف أنا حياتي بس من البرسبكتيف تبعي، بشوفها من خلال الأشخاص اللي هن المرتبطين أصلاً بوجودي، مش بمعنى أني أنا العمود وهن اللي حول، لا إطلاقاً، بس بحس بأنه إذا كان هذا الشخص اللي هو بيعني لي جداً بحياتي هو سعيد، فأنا I'm fine. فهل باسل سعيد؟ أعتقد أنه إذا قلنا نسبة مئوية بدي أفكر فيها، كلمة سعيد ما لها سهل أنك تقول على فكرة، يعني ما كلمة بتتم. هلا بتسأل كثير أشخاص بتقول له أنت سعيد بحياتك، ممكن يقول لك أنا بغير الكلمة، بنسوي هل باسل مرتاح نفسيا؟ يس. ونسبتها؟ نسبة بشكل عام نعم. كم من 10؟ 6. 6. وتحس 6 مكان زين، مكان صحي حق باسل؟ بالنسبة 10 انسى، لا لا 10 ما بعتقد في 10، لأنه الحياة فيها معادلة تعطيك من طرف تاخذ من طرف ضرورة يعني. بس هذا هي التوازن اللي عم تحكي عنه، هو ما بعتقد انه انا ممكن، او صعب انك توصل له، صعب انك تكون عندك يعني وصلت لمرحله فعلا مع تغير الظروف المحيطه حواليك، الظروف العامه، انك تضل محافظ. هذا بده ثقه بالنفس عاليه جدا 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 جدا، بده معرفه كتير 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 كبيره، بده فلسفه لحتى انت تكون حقيقه وصلان لثمانية او 7.5 8/10. ماشي سهل، لا شيء، اول شيء صعب توصل، ثاني شيء صعب تخليه، صعب تحافظ، لانه صعب تحافظ عليه. ايه، وفي اشياء بتعطيك كف وبوكس وكوع من يمين ويسار ما تقدر تسيطر عليه، بدك تكون جاهز طول الوقت. صح؟ ما هو يعني جزء من انك تكون سعيد، تخيل يعني شوف قديش كمان قديش الموضوع صعب، انك تكون عندك دروع، يعني لابس درع، يعني انت بتعرف حالك انه انت قدران تتلقى الضربه من اليمين ولا من الشمال ولا من ورا ولا من قدام.
فيك تتحملها صح. وخصوصا اذا عندك انت باك جراوند، انا او انت او اي حدا في الشخص، الاكسبيرينس تبعنا في الحياه ما في يعني لا تذهب يعني لا تاتي من العدم ولا تفنى، اوكي، تتحول من شكل لاخر. هذا القانون انا كثير بامن فيه. فحتى الاكسبيرينس تبعك بحياتك انت لما بتعيشها كلياتها بكل شيء، سواء كنت فاعل ولا مفعول به اي شيء في حياتك، اذا ما كان عندك طريقه ما هي ما ليست بالقلم والورقه انك تكون انت جاهز الا استحضارها من اول وجديد لحتى تدافع عنك، بعتقد انه بتروح. لو نرجع ورا، وهذا سبب على فكره، بعتذر قاطعتك، قل لي هذا سبب كتير كبير باللي نحن عايشينه حاليا. يعني باللي تجي بتقول مثلا شو مفهوم الجيد او الوسط او الضعيف. يعني انس، شو مفهوم الجيد او الكواليتي في الحياه؟ شو مفهوم الفن الراقي؟ شو مفهوم الاغنيه الكول اللطيفه اللي بتحبها الناس؟ شو مفهوم ما يعني شو بدنا من السوشيال ميديا؟ شو هالبرزنتيشن اللي عم نقدمه من السوشيال ميديا مثلا؟ اسئله كتير كبيره. واذا بتفوت بالعمى بتتفاجأ انه في نسبه كتير كبيره هو عباره عن حقيقه مني وجر، ما بدي احكي على حدا، هي عقد نقص مترسبه فينا بطريقه كتير كبيره، عم نلاقي اي نوع من المنابر لحتى نطلع ونقول نحن موجودين. صح. بغض النظر عن الكونتنت حتى اللي نحن عم نقدمه. انت بحاجه لاي بروف انك تقول انه انا موجود. انا باسل تعلمت اني لا اسعى اني احصل على الرضا من عيونك قبل ما احصلها من عيوني. ما بشتغل لحتى اخذ رضاك. فهمت علي كيف؟ انت جاي ترضي باسل، مش بمعنى ايجو، لا ابدا. أي. انا دائما اقول لا تتحدى غيرك، اتحدى نفسك. بالضبط. انت مثلا هالنقطه وايد مهمه عشان حتى نحن كلنا كناس نستوعبها. المقارنه مرض في كل البشر. يعني تدخل على السوشيال ميديا، البنت تشوف بنت ثانيه تقول شوفي ها حياتها كيف وانا كيف، وشوفها عندها الشنطه وهذا الرجال عنده زوجه فنانه وانا ما عندي. فالمقارنه تجي بشكل تلقائي عند الانسان. ولكن ما في بالانجليزي يقولون apples to apples ولا oranges to oranges. يوم انا اقارن نفسي مع باسل عنده ظروفه وطفولته وحياته ومشاعره وخبراته، ما اقدر اقارن نفسي فيك، ما يستوي اصلا، غلط يعني بالمنطق غلط. الا لو باسل عاش بالضبط نفس الحياه اللي انا عشتها، بعدين نقدر نسوي مقارنه لها طبعا. لها اي نوع من منطق. صح. فلو انا اخذت هالمنطق كيف اتحداك؟ لازم اتحدى نفسي بس. انا سكنت، انت كنت تتمرن 3 مرات في الاسبوع، يا اخي تمرن 4، اتمرن يا اخي 5. لو انا بسوي نفس الفكره اللي الناس يشوفون اللي من ولد طويل ويلعب سله، انا ما بستوي اطول عنه، ما اقدر اتحدى، هو طويل، زين انا كيف اقدر يكون عندي مهاره هو يمكن ما تكون عنده. صح. فهالنقطه وايد مهمه. انت تتحدى باسل كل يوم، ما تحتاج تثبت نفسك لاي حد ثاني. اللي عم يصير بكثير من الاحيان بشكل ما بعرف، انا كثير بحب اشوف الموضوع من بحاول اوصل لجذره الطبيعي، لانه مهنتي بشكل او باخر بنشتغل بالعالم النفسي تبع الانسان. او على الاقل هكذا يجب ان تكون. يلي عم بيصير انس بشكل او باخر عند معظم الناس هي محاوله المقارنه، ولكن مقارنه غير موضوعيه اطلاقا مثل ما عم تحكي حضرتك. لكن بنفس الوقت شيء كتير اساسي، وما بعرف اذا الناس ممكن تفهمني بهذا الموضوع، انه انا اذا بعمل اي شيء في الحياه انا عم بعمله لحتى احصل على شهاده رضا من الاخر. عم تفهم علي شو بقصد؟ يعني وهذا شيء غلط بشكل مطلق، وهذا لا يعني بالضرورة أنه أنا ما لازم أعمل مادة الناس تحبها وتشوفها، بس أنا ما عم بعمل هالمادة فقط لحتى تقول عني أنا جيد. صح. يعني أنت عم تعمل، نحن هلأ قاعدين بهالقعدة، ممكن الناس تحب وممكن ما تحب. صح. بس نحن بنعمل اللي علينا ومنكون بنحكي بصراحة حقيقيين. بس أنا ما قاعد عم فكر بالميكانيزم اللي بيخلي الناس تقول عن هاي الحلقة جيدة وعملت بومينج و و و، علما انه فينا نعملها بكل بساطة. It's easy. بس فينا عم نعمل شغلة ما لها حقيقة، فيك، وعلى حساب منه؟ على حسابك انت،
على حساب نفسيتك. يعني كم ضيف في كل البرامج في العالم، كم ضيف حقيقي، كم إنسان حتى خلف الكاميرا حقيقي مع نفسه يروح البيت. مش الوعي هذا مش عالي. يعني تعرف مرة أتذكر واحد باسل وايد ضايقني، وكنت أقول كيف هذا كذب، كيف كذب علي أنا بعد كل السنين وأنا عارفه وصديق وكل، كيف يكذب علي؟ هو على كذا. بعدين لاحظت أنه مو بصريح مع نفسه، فكيف أتوقع يكون صريح معاي؟ هو مع نفسه مش صريح وواقعي. فيوم أنت تتكلم الناس يون أكيد نحن نقدر نقول كم من كلمة يحطونا كوات حلو يعني مقولة آه ما شاء الله واو شو الكلام اللي قاله عن الحب وعن الحياة. يا سلام. بس هاي الصدق نؤمن في هالمقولة ولا بس نقولها عشان الكاميرا موجودة؟ إيه هذا اللي بيصفى بقى اسمه بياع. يعني بيعرف يبيع المنتج تبعه. صح. وقد يكون المنتج تبعه سيء ممكن ترميه كبه بعد يومين. الحقيقة نادرة للأسف. يعني هلا الحقيقة بتوجع احيانا بس يعني شيء منه ولا كله. يعني الوعي للشيء هو بداية حل اي مشكلة في الحياة، الوعي للشيء بس. ولا ادعي انه انا الصح والباقي غلط، بس نحن عم نفتح حديث وعم نشوف ممكن لما نوصل. يعني قبل ما نرجع ورا، انت منو باسل؟ كيف توصف لي نفسك؟ انا باسل ابن سمير الخياط. اوكي. والدتي اسمها سناء سكر. سنة سكر. أيوة. حلو اسمها. اي بيت سكر، كلهم عائلة سكاكر. بابا الله يرحمه توفى السنة الماضية. الله يرحمه. تعيش. ومن عائلة بسيطة متواضعة، خلقت بسوريا بمنطقة اسمها الديوانية، حي شعبي جدا يشبه الروايات. مش أدعي، على يقين بأنه الحي اللي نشأت فيه هو يشبه الروايات. عشت مثلي مثل أي شاب بفترة، أنا مواليد السبعينات، بعتقد أنه عشت فترة جميلة من حياتي. وإلى الآن بحس أنه أنا باسل محكوم بالماضي غصب عني. يعني مش موضوع بحاول أن يكون أبديت دائما مع حاضري، ولكن حاضري محكوم بالماضي تبعي بشكل كتير كبير. يعني أنا ما بقدر بتخلص من الماضي تبعي، ولا أدعي أني أنا لازم أتخلص من الماضي تبعي. أنا الماضي تبعي جدا فخور فيه، ومش كل شيء فكرة بأنه ما أنا عليه الآن. مهما كنت أنا هلأ للشارع اللي مشيت فيه في منطقة الديوانية دور، للكشاف اللي دخلت فيه له دور، لكلمة بابا أو ماما إلي بفترة معينة دور، للمدرسة اللي درست فيها دور، لبلدي في إلي لها دور. وكله حاضر وموجود مثل كأنه مكتبة عندي إياها موجودة في دماغي. في أي لحظة معينة أنا أريدها بطلع مثل الفيديو تيب وبحطه بتفرج على هذه الفترة بشكل كأني عم شوفها الآن. وهذا اللي بيعطيني طول الوقت العالم الداخلي بالنسبة إلي أنا كممثل جدا صاحي وجدا واعي. وأحيانا بكون عايش في الماضي أكثر من الحاضر. يعني أنا بسيارتي أحيانا بطلع أنا وزوجتي أنا وناهد، بتقولي شو هالأغاني اللي عم تسمعها؟ بقول لها يعني أنت ما تسمعيها؟ نعم بسمعها، حطي أغانيك أنت. أنا بحب أسمع هاي الأغاني لأنه مش موضوع بس بتذكرني بالماضي، بتعطيني خليني سمي لك الأدرينالين يلي ممكن يكون أنا مفتقده بحاضري حاليا. أوكي، من الماضي اللي كنت فيه في قمة النشاط وقمة الحيوية والطموح والخزان. يعني فطفولتك كيف كانت؟ يعني كانت كلمة سعيدة شوي. شوف كلمة سعيدة هي لازم نبحث فيها نحن كبشر كتير، بس كانت متقلبة. يعني ما بعتقد أني أنا عشت الطفولة كما يجب أن يعيشها الطفل. كبرت قبل بوقتي، نزلت على الشغل مبكرا، ونظرتي للحياة كطفل كتير بتخليني سألتني ببداية الحديث هل أنت وين حاليا؟ نظرتي للحياة لما كنت طفل كتير بتساعدني هلأ أنس، كتير بتخليني واثق بحالي أكتر. شو يعني؟ كيف كانت نظرتك؟ جدا عفوية، جدا بريئة مثل أي طفل، وفيها الكثير من التحدي لكل شيء. يعني كنت أنا بدي ألعب فوتبول لازم أكون أحسن واحد، لازم. كنت بدي ألعب أي لعبة في الحياة، كنت بدي بالمدرسة لازم أكون متفوق. أنا نجحت بالبكالوريا ما لي فاتح كتاب، وبكالوريتي علمي، يعني ما فتحت، كنت بظرف ما قدرت أدرس.
ومع ذلك نجحت وجبت تحصيل معين كويس لا بأس فيه بأهلني أدخل كلية التجارة، لأنه اعتمدت بفترة من الفترات على ذاكرتي البصرية بالتعاطي مع المادة. فلما بيجي بقول لك أنه أنا لما نظرتي للحياة لما كنت طفل هي بتقويني حالياً، إيه ما بعرف كيف بدي أشرح لك إياها، يعني حللها ما بعرف، بس بتقويني جداً. يعني تعرف لما بيكون في حدا عم يغرق بتقوم بتزت له، شو بيقولوا له هذا اللي بتزت له شغلة مشان يمسكها، إيه أحياناً عودتي للماضي يعني ترجع بتقويني بتوقفني. أنت قلت كبرت بسرعة عشان اشتغلت بسرعة، كم كان عمرك يوم بديت تشتغل؟ كبرت قبل بوقتي، إيه صحيح، يعني كان عمري بالمرحلة الابتدائية، يعني 6 7 8 9 قبل إيه. لأنه مش بقصد الحاجة وإنما لازم إنه أنت عايش بحي شعبي لازم تنزل على الشغل، لازم نقول نحن تندعك. يعني نحن كان في عنا شيء، يعني أنا فتحت جنب بيتي بسطة صغيرة، صغير كنت كتير، كانت ماما تساوي لي شيء بيقولوا له حلاوة بسميد وبيعها جنب البيت. يعني تعودت على هاي الحياة مبكرا، نزلت على الشغل لازم بالفترة اللي هي خلص المدرسة، هاي الصيف ما في، أنا الصيف قاعد ما بصير، يعني بدك تشتغل تخلص بوقت معين، بتخلص الشغل تبعك بعدين بتروح بقى تلعب تعيش حياتك كطفل. والشيء زين هذا، تحس أولادك بتطبق نفس الشيء ولا تحس لا خلهم يعيشون طفولتهم؟ لا خليهم يعيشوا طبعا. التجارب لا تكرر، يعني التجربة ما بالضرورة، ما في شيء اسمه copy paste صح، بس يلي بشوفه أنا يعني أو بالأحرى اللي وصلت له فيه قناعة بحياتي بحاول وصله لابني، بحاول أني يعني مثلا أنا كل يوم كل يوم كل يوم عندي خناقة طويلة عريضة أنا ويا خناقة، ما بقصد خناقة يعني في argument بيني وبينه، أنه بابا لازم تقرأ، لازم تقرأ، لازم فرض كتاب Rich Dad Poor Dad، عرفت شو؟ أنا نفس الكتاب. أي أنا أشوف هالكتاب مفروض يكون في المدرسة. أيوة بالضبط. مو طب يا ريت حد علمني من أنا صغير. أنا عم أقول لك مثلا أنا يا ريت وقع بإيدي مثلا هذا الكتاب من زمان أو شيء يشبهه مثلا، من الأسف أو ما حدا دلني أنه يعني ما حدا حدد لي زاوية الرؤية. بابا حاول بفترة من الفترات الله يرحمه يحدد لي زاوية الرؤية معينة، بس أنا يمكن ما استقبلتها بطريقة صح. فأنا عم أقول لك أنه الزمن اللي عايشين فيه ما بدي لك زمن صعب ولكن بحاجة أنك تكون أنت أكثر استعدادا، يعني تغذي نفسك، تكون أنت عندك يعني عارفان عندك بلان A وبلان B وبلان C وبلان D حتى، مش في هالزمن؟ نعم حق الأولاد، حق أي شيء. أي شيء صح، يعني ما عاد فيك أنت تعيش عارف هيك بس والله يعني شو يعني هيك الحياة الله أي لا. ما يمشي الحال. أحلى لحظة ولا أحلى ذكرى من طفولتك؟ أحلى ذكرى من طفولتي ما في، ما بعرف، يعني قلت لك أنا في عندي مكتبة موجودة طلع لنا بطلع منها اللي بدي اياه، بس ممكن بعتمد دائما على مثلا الانطباع الاول. انت سالتني فخطر على بالي هلا، كنت جاي انا وبابا، انا ساكن بمنطقه اسمها الديوانيه شارع بغداد، فبابا كان حابب يعمل لي شيء، انا صغير كنت حابب يعمل لي شيء، يعني حبيب قلبي هو حاول طول الوقت انه يقدم لي كل ما يستطيع. فكنت راجع انا وياه، يا رايح لعنده على الشغل، انا كنت ارجع انا وياه بالليل يخلص شغله وياخذني بإيدي ونمشي هيك من منطقة الصالحية باتجاه البيت. فوصلنا لمنطقة اسمها الأزبكية، عم نقطع الشارع ففي سبيل مي بيحطوه مشان نشرب ومشهور في هذيك المنطقة، فوقفني حملني، هلا بتذكر يعني ما كنت طوله، حملني عم بشرب، وانا وعم بشرب انت سمعت صوت جاي قريب مني، هو ما بعرف يعني بس هو طبل، صوت طبل بس حلو مرش، يعني هلا انا بقول لك انه هو مرش اوكي، بس انا ما كنت بعرف شو هو بس عجبني جدا. فعم قال له لبابا من وين هذا الصوت، من وين هذا الصوت، نزلني ومشينا. فبتذكر الوقت كان هيك طبعا المساء، وفي هيك بعتقد باجواء او انا هكذا يصور لي باجواء تشرين،
لا هالبرد في النسمة الباردة الحلوة يعني بتحس انه اللحظة جدا جميلة. والخيال بتذكر وقفنا تحت شجرة في ابو وفي شجر طالع من برا الابو لتحت وانا عم بسمع الصوت جاي من ورا هذا الشجر اللي هو عبارة عن ابو بقلب هذا البيت. فعم طلع عم شوف امت لقيت مثل في شباك وفي ناس عم تعزف بيقولوا له السنير الطنبور. اوكي يعني ما بقى يعني حسيت بانه بتعرف المرش بيخلق جواتك تيمبو كتير كبير وعم بسمع بم 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 يعني صوت حلو كتير ومشيت. كنت سعيد جدا بهديك اللحظة. تاني يوم او ثالث يوم ما اتذكر بس الفترة بسيطة جدا بياخدني بابا على هذا المكان وبينزلني لهلا بتذكر اسمه الكشاف فرقة 88. فنزلت وسجلني بهذا المكان اللي هو يمكن قد يكون اكتر مكان عمل لي تطور بشخصيتي. كشاف في سوريا بالفرقة 88. ممكن تعزف؟ طبعا. حلو. حلو حلو. كنت اعزف بس مش موضوع هو مش بس عزف. هي الفرقة الكشفية كلها ياتها بس في عندك انت جانب اللي هو الجانب مثلا الموسيقي او النشاط الموسيقي. لما كنا نطلع مسير كان في عندك مرش يعني نعزف نطلع نعمل تخييم نتعلم اشياء حلوة عن الحياة. الحياة اللي هي تقريبا المجردة من كل الاكسسوار. حلو. موقف صعب من طفولتك؟ في كتير اشياء الحقيقة يعني من الطفولة بدك؟ الطفولة انا صار عندي مرض انا وصغير روماتيزم وعانيت منه جدا. للي ما يعرف شو الروماتيزم تقدر توصفه؟ ألم شديد في المفاصل في في الرجلين. وكنت صغير كمان في المرحلة الابتدائية وعائلتي نوعا ما كانت مالا كتير مزبوطة يعني علاقة والدي بأمي لم تكن جيدة في هذيك الأيام. فعشت آلام البعد والرغبة بأن يكون على عشاء واحد مع أبي وأمي وبنفس الوقت الآلام الفيزيولوجية اللي أنا عم عاني منها واللي الحقيقة كانت قاسية جدا بفترة من الفترات لدرجة أني أنا في مرحلة اقتربت من حوالي شهرين أنا ما أقدر أمشي فعلا يعني ما عندي القدرة أني أمشي على رجلي. فبتذكر كان في عندي نوع من الحسرة الشديدة على نفسي بهديك الفترة. تخيل أنا الطفل أوكي حسرة شديدة على نفسي وبنفس الوقت انه انا طيب يعني ما بيكفي هداك الشيء وهلأ انا مرضان يعني كانت صعبة كتير. كم كان عمرك؟ بتذكر كنت صف ثالث ابتدائي يعني بين الثاني والثالث بين الثالث والرابع الابتدائي. وتحس السؤال ممكن علمي الانفصال ولا ما ادري لو كانوا منفصلين بس الاهل بعيدين عن بعض يأثر على المرض زيادة انك ما تتعافى بسهوله؟ في مش بحس فرشور. هذا كلامي لاي اب وام موجودين في الحياه يعني بالضروره. بينعكس مش بس سلبا حتى ما لا يعني لا يمكن تتخيل مدى الاثر اللي ممكن يتركه هذا الشيء على الاطفال يلي نحن يعني ما بنعرفه بنجهله. بس انا كطفل فيني اقول لك يعني او اي حدا بيقدر يستدعي الماضي اذا كان بيعاني من هذا الموضوع بيقدر يقول لك يحكي لك جرايد عن هذا الموضوع. صعب جدا قاسي على الطفل يعني واحد فاتح هلا جاي على الدنيا ولسه ما له شايف شيء يعني هو معتقد انه جاي برحله رائعه يعني هو الطفل داخل على الحياه فكره انه الحياه مثل الملاهي يتعامل معها بمنطق اللعب. اوكي الطفل يتعامل مع الحياه بمنطق اللعب ما بيتعامل معها يعني حتى الطفل اللي هو بنقول لك يعني اكيد كان بمدرستك مثلا الطفل بيقولوا له يعني هيك يعني عرفت شلون يعني ملعون شوي. حتى هاد مو لانه هو شرير لا هو عم يلعب عرفت شو بقصد يعني. فانت تخيل بانك داخل على الحياه بمنطق اللاعب تقوم تتفاجئ باشياء اكبر منك صح وانت واقف عندك اسئله ما عم تعرف شو بدك تعمل وليس لك القدره انك تحل وتتمنى تحل
وانت عباره اي حدا اي حدا موجود بهذاك الوقت عباره عن مستقبل 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 مستقبل. بتفتح التلفزيون مستقبل، بتسمع حوار الجيران بتسمعه انت مستقبل، انت ومارق بالطريق مستقبل، اي شيء عم يصير حواليك، اي شيء عم يترسب جزء كتير كبير منه الداتا تبعه بالسبكونشس تبعك بلا وعيك. والوعي هو الاشياء اللي عم نحطها بذهننا نحن بارادتنا اللي بتحاول انه تحمينا شوي، لانه الاشياء اللي ما بتحاول تحمينا واللي منخاف منها من زبتها بطبيعه الحال مش نحن، يعني الجهاز الوجودي تبعنا بزبتها في اللاوعي لحتى تقدر تمشي وتكفي. ونقطه مهمه قلت ان هالطفل عاجز عن تغيير الواقع، فوايد اطفال يبدون يلومون نفسهم انهم سبب انفصال ولا هم سبب الصعوبه ولا تحدي مالي، يحسون هم العبء، هن العبء وهن بدهم يكونوا سوبر هيرو بشكل او باخر، او بده يكون بطل نفسه. فتخيل بطل نفسه كيف ممكن يكون، قد ياخذك بطريقه ايجابيه وقد ياخذك بطريقه سلبيه جدا. يعني هو مثل الدومينو بالضبط، يعني هو حجر واحد اذا ما كان في فتره معينه انت تحط حاجز وتوقفه خلص، يعني كر على طول راح، ما بتعرف وين بيروح عن جد ما بتعرف. المرحله اللي هي من هالسنين الصغيره في حياه الطفل عموما، الطفل بقصد الطفل بشكل عام، يعني جدا اساسيه وجدا قويه وجدا بتعطيه، والانطباع الاول هو اهم انطباع بيحصل عليه الانسان ومن الصعب تغييره حتى لو صرت فيلسوف الفلاسفه. الانطباع الاول هو الاساس في بناء الكاركتر الشخصي للانسان. في بحث باسل، في البحث يقول ان اول 6 سنين من عمر الانسان للطفل تحدد 30 سنة اللي بعدها. أنا معك، أنا أوافق. يخوف أوافق. يخوف حتى نحن كآباء تفكر هل نحن قصرنا في أولادنا؟ طول عمرك راح تحس إنك مقصر. هي يعني ما تعرف يمكن عقدناهم، يمكن يبنا لهم صدمات، يمكن صح، يمكن ما عطيناهم الثقة في النفس اللي يحتاجونها في الحياة، يعني ما تعرف. بس بتعرف شو أهم شيء؟ اللي بيخلي نوعا ما تمتلك، بيقولوا لنا نحن المحايا، يعني تمتلك المحايا بانك تحاول تمحي لو لا سمح الله غلط معك هو مو بقصده. اوكي؟ الحب يعني ورجي المحبه، ورجي المحبه، يعني ورجيهم انك بتحبهم مثل كانك عم تعطي ابنك محايا بيقدر بلحظه من اللحظات يمحي شيء انت ضايقته فيه بس انت ما بتعرف. بس بيقدر يمحيه، اما هو اذا ما شاف الحب انسى. صح، الحب دور مش بالإحساس بس، بالفعل. صح، تشوفه ورجيني إياه. قريت باسل أن من اللي صار في سوريا أنت اكتئبت في دبي سنة ونص، سنتين تقريبا، سنتين. يعني أنا مو في مكانك ولا في حياتك ولا أقدر حتى أستوعب اللي أنت مريت فيه، بس جاسني فضول كيف شخص مش في بلاده مش في وطنه، يمكن ما يشوف كل شيء قدامه، هل قد يتأثر لمدة زمنية طويلة؟ لو تشرح لي. الاكتئاب صار معي نتيجة حبي الشديد للمكان اللي بنتمي له، واللي ما تخيلت ولا بأي شكل من الأشكال ولا حتى في سابع أحلامي أنه ممكن يصير هيك. اوكي، يعني كوابيس، يعني انا كنت عم بتخيل، لو كنت عم بتخيل كوابيس ما كنت اتخيل انه ممكن يصير هيك. والحقيقه انا زلمه حساس جدا وحساسيتي احيانا بتخوفني الي. انا استقرأت في خيالي وما بعرف ليه، انا شفت سيناريو قاتم جدا بالمرحله الاولى. تجيني هواجس 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 وليس لدي اي سبب لهذا الشيء، ما عندي، يعني ما عندي سبب. اوكي، قد يكون في كان في مشاكل ممكن تنحل، ممكن فتره، ممكن كذا، بس انا ما بعرف ليش كنت شايف عن جد سيناريو قاتم، وهذا الشيء اللي خوفني جدا 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 جدا. وكل يوم عن يوم كل يوم عن يوم عم شوف اشياء وعم شوف التلفزيون وعم بسمع اخبار، واو واو بلدي عم، يعني بلدي وكل ما يعني بلدك عم تمرض عم تمرض عم تمرض عم تمرض عم تمرض. وأنا كان يعني بدي أحاول
حافظ على أسرتي الصغيرة، وبنفس الوقت بدي أحاول حافظ على أسرتي الأكبر. والشيء الوحيد اللي بمتلكه لحتى حافظ عليهم هو مهنتي، وما عاد قدرت أعمل مهنتي. أنا صرت شوف الكاميرا اعتبرها حس سلاح متسلط عليه، يعني مش سلاح بمعنى فيزيكال، يعني حسة ما أقدر. صار في عندي يعني حساسية لما أشوف لينس، ما بعرف شو يصير لي، اكتئاب. أنا بقول لك يعني اكتئاب حقيقي. ولما جيت نتنقلت، طلعت سافرت من سوريا أنا ومرتي وابني، كان عندي فيزا شنغن لساعتها شغالة، رحت على فرنسا. صار معي شيء يمكن أول مرة بحكيه بحياتي، يمكن هلأ أنا يعني حكي لبعض الناس، قلت لك في أشياء أحياناً في ساينز بتجي بالحياة، يا أنت بتستدعيها شخصياً بطاقتك السلبية، يا أما هي فعلاً أنت بيكون حساسيتك عالية بس هي عم تدور حواليك وأنت بتقدر تقراها، تقراها من الفيوتشر. حتى سافرت على فرنسا، سافرنا كلياتنا بشنطة واحدة كلنا، وقلت أني أنا خليني غيب فترة وإن شاء الله برجع بتكون الأمور نوعا ما هديت، إن شاء الله الأمور كذا يعني، لأنه كنت بوضع نفسي سيء جدا حقيقة ببداياته لسه. نحفت يعني، نزل وزني ودقني طولت ونسيت أنا يعني إذا بتسألني أنا مين، مفكر يعني بدي أقعد أفكر أنا مين. إذا عم تسألني أنت أنس بهديك الفترة، يمكن كل جواب أصفن قبله يعني فكر فيه كتير، لأنه ما بذكر مين أنا، حسيت حالي أنه أنا مالي موجود. المهم كنت أنا ومرتي وشمس بحديقة اللوفر، أوكي، شمس مع طابة صغيرة عم بيلعب على هذا، وأنا قاعد على طرف هيك قاعد على الأرض وعم فكر، عم شوفه من بعيد وعم فكر أنه يعني هذا الولد اللي عم يلعب بالطابة هلأ اللي كنت عم قلك قبل شوي، اللي هو من حقه مثل حق أي ولد في العالم يلعب بمعنى قلت لك شو بقصد مفهوم اللعب في الحياة، قاعد عم طلع وعم قول يا ترى أنا ظلمته، يا ترى عم لوم نفسي. بنفس الوقت عم فكر بكل المعطيات يلي مو بس أنا موجود فيها، اللي كل الناس كانوا عايشين فيها، بس أنا واحد من هدول الناس. فعم فكر أنه عم شوفه من بعيد وعم فكر بمستقبله ومستقبلي، يعني شو بدي أعمل، يعني شو يعني أين أنا الآن، شو بدي ساوي. وقلت لك دائما في سيناريو قاتم عم يجيني، سيناريو قاتم عم يجيني. بسمع صوت امرأة تقريبا عمرها شي 70 سنة، كبيرة في السن، ما بعرف هل هي يعني ما الله العظيم ما بعرف إذا كانت حقيقة هي موجودة ولا لحظة قدرية ما هاي الامرأة طلعت لي، لأنه الشيء اللي صار معي غريب جدا. يعني بتحس سيناريو مكتوب، يعني بتحس إنه في حدا قال له المرقوله هالمرأة وخليها تقول له هيك، أوكي. فأنا واقف، طلعت فيني قالت لي، حكت معي فرنسي، قلت لها أنا don't speak French. قال where are you from؟ والله قلت لها I'm from Syria. فقالت لي طلعت فيني تطليعة يعني مثل كأنه عارفاني، عرفت شو عم بيصير حاليا، لأنه كان الموضوع السوري وقتها في كل أنحاء العالم يعني منتشر، علما أنه ببداياته. وأنا ما شكلي يعني أناس ما شكلي حدا محتاج بهذيك الفترة، يعني لا أوحي بإني محتاج، بس أوحي بإني أنا تعبان جدا، يعني شكلي عندي صورة زمبرجيكية تقول هذا ما يعني خالص فعلا. فحكت معي والله ما بتذكر شو عم تقلي، بس عم تقلي يعني بما معناه كلام لطيف جدا، يعني كلام حلو. قربت مني ومعها مثل عكازة صغيرة، إلى حتى بتذكر شكل إلى 3 رجلين، يعني العكازة إلى 3 رجلين. استغربت من يعني حتى بتذكر الصورة البصرية تبعي إنه هي جاي لعندي هيك، فمدت إيدها في معها هيك مثل جزدان صغير، وهي لساعتها عم تحكي، يعني هي عم تقرب مني وعم تحكي.
بس انا كل الصوره بالنسبه لي جدا مستغربه وما عم بفهمها، بس قلت لحالي خليني اشوف هالسوق، يعني خليني اشوف لوين رايح. فتحت جزدانه وطلعت 10 ولا 20 يورو ما بتذكر شو هن، يعني ما بتذكر الرقم، اعطتني اياه وانا اخذته. يعني اللي استغربته انه انا ما يعني اعطتني اياه وانا اخذته. هاي اللحظه لما برجع بتذكر انه ليش هيك صار معي، اعتقد انه هي لحظه لحتى توعى يا باسل انه انت موجود. استمر معي الموضوع اكثر من سنه فيما بعد، ولكن الشيء الوحيد اللي طلعني من حالتي اللي كنت فيها هو هي اللحظه، بس لبين ما استوعبتها، يعني لما بين ما جزرت في نفسيتي. ما بعرف قديش بيعني الناس انه يسمعوا هاي القصه، ولكن انا بتعنيني جدا جدا. هي مش موضوع انه اعطتني مصاري او اعطتني 10 ولا 20 يورو، بس اذا بتقرا المعنى ما وراء المعنى it's very huge. شو المعنى بالنسبه لك؟ يمكن انا ممكن يعني اذا تقاعدت مبكرا، واعتقد اني راح اتقاعد مبكرا من مهنه التمثيل، ممكن اكتب كذا يعني كذا صفحه عن هذا الشيء، بس بختصر لك اياهم. فكره الهدف من وجودك، يعني ما بدي اعمق الموضوع اكثر من هيك. في خيارات بياخذها البني ادم بالحياه، انك تكون مكتوب بخط واهي او بخط متوسط. انت مكتوب، يعني رصه قلمك على الورق على حياتك اما بتكون صعب انه تمحى او بتكون واهيه وتمر مرور الكرام. وهذا الشيء اللي بيحدده احساسك بقديش انت موجود. اذا ما عندك احساس بانك موجود، تحس انه الحياه ما لها معنى اطلاقا على كافه الاصعده. انا واحده من الاشياء اللي حسستني اني انا موجود لانه انا كنت بمكان فعلا انا عندي احساس بانه انا مالي موجود، انا نكره ولا يعنيني كل ما عملته في حياتي. أنا هي الإمرأة بهذا الحادث اللي صار معي، بهالحادثة اللي صارت معي، حسستني بأنه أنا exist even لو كانت شايفني متشرد، even لو هي شايفة بأنه تعطفت علي بشيء، even لو أنه قريت بعيونها استحسان ما لشخصيتي، لأنه أنا مالي هيك. وابتديت كلامي قلت لك أنا لا أسعى لاستخراج الاستحسان من عيونك، يعني أنا ما بحكي لك قصتك لحتى تتعاطف معي، ما بحكي قصتي للتعاطف معي، آخر همي تتعاطف، ولا بيعنيني إنك تتعاطف، مش أنت يعني بقصد بشكل عام. ما بيهمني يعني بصراحة، بقول إن تعاطفت ولا إن شاء الله عمرك ما تتعاطف، ما همي إني إنك تتعاطف ولا لا، بس أنا عم بحكي قصتي اللي هي صارت واللي هي موجودة، وعم بحكي قصتي لإلي أولا ومن ثم للي بده يسمع، للي بده يسمع. ليش الموضوع جدا حساس بالنسبة لك؟ لأنه نحن البشر كل ما عم تمر فينا الأيام، كل ما عم نستغني عن شيء أساسي هو أساس بوجودنا، هو حساسيتك. قديش الليفل تبعك بحساسيتك هو اللي بيحدد أنت طبيعتك، يعني الكوميونيتي تبعك هي اللي بتحدده. شو معناتها إنسان بلا حساسية؟ يعني شو يعني ما أنا ما تفوتني بحوار ما بيخلص يعني عن جد، بس تجي بتقلي إنه صار عيب إنه البني آدم يكون حساس؟ إيه نعم، بكل وضوح بقلك إيه صار عيب إنه البني آدم يكون حساس. مع إنه أجمل شيء في الإنسان، أجمل شيء في يعني واحدة من أعتقد شخصيا من أسباب وجوده يلي هو الطفرة النوعية، يلي هو اللي عطتك الإرادة، يلي الله سبحانه وتعالى منحك شيء اسمه الإرادة. شو يعني الإرادة؟ هي مجموعة محاكمة للأمور ترتبط بين العقل والإحساس لحتى تأخذ قرار إما صائب أو خائب، ولكن الصائب والخائب حتى ممكن depends على المرحلة اللي أنت عايش فيها. أما فكر أنت يعني فكر بأنه منطلق الأشياء صفت فقط المصلحة
أو هكذا يعني طلب مني. أي الحساسية صارت يعني تحس أنه يعني أحيانا بسمع أنا أشياء بتضحكني أنه طيب يا حرام أنه فلان والله والله يا طيب يا حرام. شوف صارت عرف يعني صارت بمعنى كلمة شائعة. طيب يا حرام صح سمعنا أكيد وايد مسكين كلمة ايه؟ مسكين طيب مسكين طيب أنا هاي الكلمة كثير بوقف حبيبي طيب مسكين بريء أنا أجمل أشياء ليش نحن نحب الأطفال عشان هم بريئين بس أنا ما بمرر هالكلمة مرور الكرام أنا بالنسبة لي لما بسمعها يعني أنا ما بمررها لأني سمعتها مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومئة مرة لما بترتبط كلمة طيب يا حرام لا بدي بحس لسا يعني بدك تفكر ليش طيب يا حرام صح. أنت أو أنت مين اللي عم تقولي طيب يا حرام أنت طيب ولا حرام مبدئيا يعني أنا ما بمررها الحين من بعدك ما بمررها لا عن جد ما بتتمرر عشان عموما أظن من كثر ما تعودنا على هالجمل والعبارات ما نستوعب كم هي تتبرمج في ذهننا يعني حتى وايد أنا في الكلام اللي نتكلم مرات في المقابلات تتكلم عن مفهوم الرجولة ما هو مفهوم الرجولة هل الرجل يبكي ولو يبكي يستوى ليس رجل كيف ممكن أقول لك شغلة عامة سمعتها من رجل عمره فوق الثمانين قال لي شوف أنا ما أنا لا أتبنى ولكن تستدعي التفكير قال لي قمة الرجولة والله العظيم إنك تلعب دور الأنثى في مرحلة ما من حياتك ما فهمت أنا يعني شو الجملة استفزتني جدا 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 إنه قمة الرجولة إنك تلعب دور الأنثى مش يوما ما من حياتك في بعض الأحيان هل هو انتقاص من الأنثى؟ لا هل هو يعني كتير الفكرة غريبة جدا لحد ما فكرت فيها هلأ كنت عم تقول أنت شغلي خلتني أتذكر شو معنى الرجولة أنت شو عن جد هلأ عم نحكي أنا وياك أنت كيف بتشوف أنس كيف بتشوف الرجولة شو هي مثلا رجل عند كلمته صح رجل مسؤول نعم أي مسؤول وأعني أنه كلمة مسؤول هو مسؤول عن الغير قبل النفس صح؟ صحيح أوكي؟ طيب لما بتتعرض لأشياء ولكن في بعض الصفات بالرجولة أحياناً بتخليك أنه أو العرف أو الرائج بتمنعك من أنك تطلع المشاعر الرجل ما بيصير يبكي الرجل ما بيصير إذا فرح الدمع الرجل ما بيصير يورجي الرجل لازم يضل وقور أوكي؟ لا ما صح فأعتقد أنه كلمته أنه أن بيقدر يكون أنثى في لحظة من اللحظات بعتقد بتنفذ على هذا الشيء أنه يعني سيب يعني اترك حالك يعني عبر عن مشاعرك إذا بتقدر صحيح وايد هالموضوع يا باسل يعني صدق الواحد يقدر يتكلم فيه بالساعات ان ربك اعطاك القدره انك تدمع والدمعه فيزيولوجيا مفروض تنفس عن الضغط النفسي صحيح انت متالم ليش تصيح وشو النعمه هاي النعمه ان انت في الم هذا صدق بيولوجيكلي يعني ينفس عن ضغط عشان تي الطفل يصيح ما شاء الله أولادنا يعني عد الدقة طبعاً فرحان عادي يصيح زعلان يصيح عشان عاطفي وبريء صح. كل ما نكبر وكل ما جلودنا تستوي قاسية وخصوصاً الرجال والرجل العربي بالأخص ممنوع يشعر ممنوع يحز ممنوع في عزة ولده يصيح في عزة ولده يروح فوق السطح ولا يروح بعيد عن الناس ويتدهور ولا يكتم وسبحان الله هالكتمان يجيب له اكتئاب يجيب افكار انتحار يجيب له غضب يعني يضرب ويكسر بس هذا نحن لانه لا يمكن نكون بنشبه بعض لانه حتى اللي عم تحكي انت هو دراما وقد يكون جميل جدا كحكايه دراميه وقد يكون في الواقع مؤذي لاصحابه ولكن كدراما جميل رائع يعني الرجل الذي لا يبكي اوكي اللي بيبكي مع نفسه بسكر الباب وما حدا بيشوفه
وبيشظي نفسه تجزاي، هذا مشهد دراما، ولكن هل هو مؤذي في الحياة؟ طبعا مؤذي. أكيد أكيد طبعا مؤذي. باسل نقطة ثانية مش بعيد، بس نرجع لحساسيتك أنت كإنسان. في علاقة حب دامت 6 سنين في حياة باسل، بعد الانفصال هل صح أنك رحت للطبيب نفسي؟ صح الكلام ولا غلط؟ أي. فاستعنت بطبيب نفسي، ليش؟ دائما بنسأل هذا السؤال، وأنا بحب المرحلة، لأنه يعني أحيانا في مفترقات طرق بحياتك بتخليك يمكن تكتشف شيء جديد بشخصيتك أو شيء جديد بالحياة عموما. يعني مثلا أنا واحد من الأشياء اللي غيرت لي حياتي مثلا، هلا عم بحكي بشكل عام، الكشاف. نعم. أوكي. كتاب ضياع في سوهو، منطقة الرواق في سوريا، بضل بعدلك كتير أشياء يعني، بس عم فكر فيها لايف هلأ أنا عم بحكي معك. واحدة من الأشياء هي نعم كنت في علاقة في عمر العشرينات واستمرت 6 سنوات، وبعد ما خلصت العلاقة، تعرف لما أنت تربطك ذكريات، قلت لك انه انا الماضي تبعي جدا شغال يعني على طول، فانا ما عم بقدر يعني انه اوكي نحن تركنا، بس انا بس انت يعني انت ما عم تتركيني يعني، يعني مش انت الفكره ما عم تتركني، بسمع غنيه اخي بتذكرها، بحاول اني غير المكان اللي بقعد فيه، بتقوم بتحس انه مرق يعني، بتحس انه عم تحاصرك من كل المكان، فهي يعني هجوم هجوم من كافه الاماكن يعني. أنا بدي 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 أبدأ بداية جديدة، ولكن ما عم بقدر، عايشة ومعششة وكل ذكرياتي، ودائما أشوفها عم تضحك، وهي بسمتها جميلة كانت جدا. أوكي. وبتذكر كنت أقول إنه يعني بهديك الفترة قلت لها شغلة لناظم حكمة، خليتاني مليئتاني في العسل، عيناك مغمورتاني بالشمس. فكان دائما في صورة عيون ملونة ومعبايين شمس عم تهاجمني، ما عم تتركني. فقررت اني اروح لعند طبيبة نفسية. بالمختصر طلع كل هذا الشيء بمعزل عن الشخص، يعني عن الكاركتر نفسه، طلع انه هو حالة نوستالجي لبنت صغيرة كنت مبسوط انه انا واقف انا وياها عم نستنى باص بيجي بياخدنا على المدرسة. البنت لما وصفتها طبعا بعد عدة جلسات، هي نفس يعني اذا بتحطهم تلاقي نفس الوصف، بين بعد 20 سنة. اوكي. هي نفس البنت اللي كنت واقف انا وياها عم نستنى باص المدرسة. عجيب. حتى بتذكر انه لما سافرت اول مرة على مصر كنت عم بعمل مسرحية في مهرجان القاهرة التجريبي، فعطونا بوكيت ماني، فاخذت البوكيت ماني، انا نزلت على شارع جامعة الدول العربية أنا ورفيق وصديق لي بنفس الدفعة اسمه عروة نيربية، بوجه له مشتاق له كتير. ففتنا على مكان بغض النظر عن البراند، دخلنا اشتريت لي عفوا شوز، واشتريت لها شوز. الشوز اللي اشتريته هو بشكل أو بآخر، هذا أول هدية بهدية إياها، هو الشوز اللي كانت تلبسه البنت على المدرسة. تخيل يعني نفس الرسمة. عجيب. فشوف الصورة اللي انت رسمتها من شيء صار لك في حياتك طبعا تترجم على مسار. صح. مسار علاقات وحب. صح. عجيب. عندي سؤال، انت بتكون اول واحد اجرب هالسؤال، ووايد عيبني، قريت بحث ياباني. ايه. عن باحث ياباني، فالعب معي الحين، ويحتاج خيال. فالسؤال أول شيء، سكر عينك زين، أنت أكيد أظن خيالك ما شاء الله قوي. تخيل صحراء هادي 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 جدا، أوكي، صحراء، وهذا السؤال افتراضي، وفي مكعب، شفت أنت في هالصحراء الهادية اللي ما فيها أي حركة فيها مكعب، وصف لي المكعب. ما بعرف ليش أنا شايفه، أنت عم تحكيني مباشرة، ما لي شايفه أمامي دايركت، أنا شايفه من شوي من زاوية عليا، شايف الوجه، وجه هاد وهذا الوجه والوجه اللي فوق. أوكي. فقط ما لي شايف المكعب كلياته، ولكن
إذا أدركت أنا بأنه في عقلي هذا هو شكل المكعب رح أعرف أنه مكعب. بعيد قريب سكر؟ رد لو تبقى لو أفضل لك سكر. لا لأني أخذت الصورة. أوكي. المسافة كانت ما بعتقد بعيدة يعني 3 أمتار 4 أمتار بالكثير. حجم؟ وفي وهو في ريفلكشن. في ريفلكشن. اللي شفته أنا في ريفلكشن. حجمه كبير صغير؟ متوسط الحجم بناء يعني على المسافة قد يكون يعني أنا مو بطولي يعني شفته لألك. أنت من فوق. أنا من فوق. طالعتي. بس لما شفته. شفت هالوجه وهالوجه وهالوجه هالاثنين وهذا بالضبط يعني مثل كأنه واي شفاف خالي من داخل ولا متروس؟ لا في ريفلكشن من فوق ومن اليمين ومن الشمال ومن داخل المحتوى ما مبين معي شيء مسكر ما مسكر قلت لك مثل كأنه في ريفلكشن ما له مراية ولكن عم يعمل ريفلكشن. اوكي السؤال الجزء الثاني شفت درج لادر اتخيل الحين انت في الصحراء لين الحين شفت المكعب ووصلت للمكعب طلع لك لادر درج اوصف لي الدرج درج وين يعني مرتبط بالمكعب ولا لحاله كيفك انت وين تشوفه قل لي ما يعني شوف انت عم تحكي ما قدرت اعمل صوره دايركت من بيور ما بعرف ليش يعني انت عم تقول درج صحراء مكعب مباشره راح طلع لك درج وين تتخيل هالدرج صعب كثير يعني نقطة عن المكعب المكعب كان فوق الأرض ولا تحت الأرض على مستوى الأرض تماما أوكي الدرج وين طلع بدي أرد أتخيل الموضوع لأنه أنا أنت عم تحكي لي مباشرة ما قدرت أصل لصورة بريئة موضوعية واحد بحتي يلا سكر عينك ما بعرف ليش أخذني على دالي يعني رحت على سلفادور دالي يعني لما قلت لي مدرج ومكعب لادر هذا السلم تسمونه سلم 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 دالي سلم يعني بس بدي اشوف انا شو بشوف وين تشوف الحين لو نتخيل البر ولا الصحراء وفيها مكعب وفيها سلم وين السلم امام على المكعب بعيد عن المكعب نو 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 ما له ولا صوره اجتني هو اطول داخل لا بس هو واقف اكيد بس مش على المكعب يعني منفصلين عن بعض اي طبعا منفصلين من اي ماده وود خشب اطول عن المكعب ولا اطول بكثير اطول بكثير عم اقول لك الاشياء اللي نزلت بزيني بس عم بحاول افصل مرجعيتي عن اللوحات اللي شايفها بحياتي اللي فيها هذا السلم اللي عم تحكي عليه والصحراء والمكعب عن صورتي انا شخصيا صعب هذا الشيء لانه افصله يعني سكر عينك الحين ظهر لك خيل وصف لي الخيل علاقتي مع الخيل ما كتير جيدة لسبب انه انا صار في حادث انا وقعت عن الخيل وانكسر ظهري اوف يس اوكي بس ما فيني ما اشوفه جميل بكل الاحوال يعني ما بقدر ما اشوفه جميل وصف لي هالخيل الجميل ما لي شايف أي رابط بينه بين السلم وبين المكعب بعيد؟ لا في مقدمة الكادر قدامه يس ورايح تجاه المكعب ولا لما شفته الانطباع الأولاني تبعي أنا شفت بأنه يعني إذا اعتبرت بأنه هذا الكادر وهذا المكعب والسلم هنيك بس طويل الخيل موجود هون وكأن البوزيشن تبعه لا يعني يعني هو ما عم يتصور مع المكعب ومع السلم اوكي يعني كانه شفت وكانه هو بيعرف حاله حلو كتير فهو كيف ما كان واقف هيز جونا بي جود ثابت ولا يتحرك لا ثابت فيكس اوكي انا عم شوف صوره اوكي ما حركتها ما يعني ما اجاني يعني ما حسيت اني انا عم شوف صوره حيه اوكي سكر عينك المرحلة اللي بعدها الحين تشوف زهور أيوة ورود وين ولا بمكان ما في ولا زهور في المكان كله ما بنزعوا الصورة بالنسبة إلي أنا عم أقولك يعني هلا بدي أقحمها لا خلينا نقول الزهور طلعت هي وين طلعت على المكعب بعيد قريب قليلين كثيرين بالنسبة إلي
إذا كان يمكن أن يكون في زهور فممكن تكون على الخيل نفسه، على ظهر الخيل يعني؟ قد يكون على ظهر الخيل. أوكي. يعني إذا يعني وايد زهور، زهور نبتة من الأرض وايد زهور ولا قليلين؟ ما عم يطلع معي زهور أبدا، زهور زهور أنس عم يطلع معي مثل باقة زهور عادي قد تكون حلوة في المكان اللي هو على ظهر الخيل. والزهور حية وقوية أو يستذبل؟ لا عادية نورمال. أوكي. مش آخر مرحلة عاصفة طلعت وصف لي وين هي كيف هي؟ أنا بحب الهوى، أنا يعني أنا حدا بحب الهوى كتير وبحس إنه شغلة هلا بحكي لك بعد شوي، بس عطتني صورة جميلة جدا. يعني لما إجا الهوى بالعاصفة بالرمل، بس عاصفة على ستورم، ستورم يا عم تعقد علي، مش يعني جو لطيف وخفيف، لا عاصفة. في صورتين شفتهم للمكعب، واحدة جزء منه يعني يعني تجمع الرمل بمكان معين ولكن still exist وأنا شايفه. الصورة الثانية اللي بعدها اجت عم ينقلب بصعوبة، عم ينقلب بصعوبة بفعل الستون، لكن السلم ما تغير. يعني ثابت ثابت يعني، يعني حتى بالمرتين ما شفته. الخيل شفت انه الجانب اللي محطوط فيه الزهور، انا قلت لك على ظهره يعني هيك شفته، في شيء بيحطوه ما بعرف شو اسمه اللي بيقولوا له نحن مثل السرج او شيء، فانا شفت ايوه اللي بيحطوه، بس انا شفت الزهور موجوده فيه. اوكي. يعني موجوده جنبه، فعقلي ورجاني انه الهواء جاي من هالطرف، فالزهور ما صار له شيء، والخيل حمل زهور، حمل زهور، ولكن الخيل ما تحرك معي ايضا، بس كان شكله جميل جدا، هو شعره عم بيطير يعني. عرفت شو المكعب بزورت بمنظرين، ثابت وجزء من الرمل مغطي ولكن still you can know انه هذا مكعب. الصورة الثانية المكعب عم يمشي بتقل، عم بيقلب يعني كل فترة عم تحس انه عم يعمل طك. اوكي. السلم بمكانه ما تحرك، يمكن لانه غير مزروع بالارض الله اعلم. الخيل ما تحركت الزهور وما تحرك يعني، صورة واضحة. يخرب بيتك مخرج، جيبوا التليفون الكبير لو سمحت، البيج فون. الحين بشرح لك. اوكي. عشان انا مو لان الحين مو خبير. اوكي. في هال عشان ما بتفلسف، عشان ابغى اجيب لك التفصيل وبالانجليزي فانا بترجم. اوكي. اوكي. انزين يا استاذ باسل. المكعب هو أنت، الأنا، أنت باسل، الأنا إيجو هو المكعب. إذا المكعب كبير معناته أكيد واثق من نفسك، بولد يعني بارز، وتبى الناس تشوفك. إذا المكعب أصغر معناته إنسان عادي يكون انطوائي ولا يستحي خجول، أو عادي يكون مع المزيج، مش لازم يبرز نفسه. المكعب اللي فوق السطح إنسان يبين إنه في استقرار ثابت، ويعرف شو يبى من الحياة وكيف يحصل عليها، منطقي ودقيق. وهذا انت قلت فوق السطح بالضبط. زين. السلم هم الأصدقاء، فالأقارب والأصدقاء وكيف انت تعاملهم. السلم اللي بعيد عن المكعب يبين ان انت انسان تحاول يا سترجم تحل مشاكلك وكل الأشياء بنفسك، وما تحاول تحط العبء على الأهل. Oh my god. أوكي. يعني independent. ما بدخلهم في مشاكلي. حلو. هذا مو طبيعي. إذا السلم أعلى عن المكعب يبين مدى تقديرك لأهمية الأهل والأصدقاء في حياتك، إنهم أعلى عنك. أنا شفته قلت لك شفته عالي. قلت لي وايد عالي.
ما ها السلم قديم او جديد؟ لا قديم، مش ما ليك شوف قلت لي خشب، قلت لك خشب ايوه، فبالضروره ما يكون جديد يعني. اوكي يقول لك كلمه السلم اقدم يبين لك ان في اللاوعي انت مركز على كم، انت كم الفتره الزمنيه اللي انت ما تعرف اصدقائك ومدى يعني علاقتكم لها عمق وماضي ولا علاقه جديده. فانت عندك يعني راسخ على هالشيء. الخيل هو الشريك زوجتك من زين. الجمال اكيد يقول لك اكيد انت معناته تحب الجمال وهو شخص جميل. انت قلت لحظه قلت لك علاقتي بالخيل ايوه اي مدى قرب علاقة الخيل هي هو مدى قرب سوري مدى قرب الخيل من المكعب هو مدى قربك انت من شريكة الحياة. يعني لو الخيل واحد يقول لك بعيد الخيل انا شفته في مقدمة قدامك بعد قدام في الكادر. اوكي يا اخي عجيب هالاختبار. الورود هم الاطفال. انت جبتها صح، قلت لي الاولاد على ظهر زوجتي. يس حلو. وقلت لي هم زينين هم اوكي صحيين، عشان سالتك لو ياسيد بلون ولا هم اوكي، قلت لي هم اوكي. وقلت لي شو الحين قشعرت انا منك انت شوف، قلت لي زوجتي حمتهم العاصفة. قلت لك ما شفت انه تأثروا بال اخر واو. نقطة العاصفة هي المخاوف. العاصفة هي المخاوف من داخل الانسان من زين. لو المخاوف وهالصعوبات والتحديات بعيد معناته إنسان قدر يوصل سلام داخلي، إنه خلاص بعيدين قدر يتعامل معاهم. إذا موجودين وياس يأثرون على الأشياء تقدر تديرهم زين، تقدر تحاول تسيطر عليهم. وإذا ياس تأثر على الأشياء اللي أنت ذكرتهم المكعب السلم معناته أنت يمكن حاس بثقل هالمشاكل والتحديات وتخاف أن يأثرون وفي صراع مع نفسك. والغريب في هالموضوع أنت قلت السلم ما تحرك الخيل ما تحرك الخيل حمى أولادك بس المكعب مرات يتأثر إيه؟ وهذا أنت صح عجيب ها؟ لأن أشوف الأشياء يعني دائماً ترتبط ببعضها. أنا دائماً عندي إصرار شديد على أنه كلياتنا كونكتد بشكل أو بآخر بطريقة ما، حتى الأوبجكتس. أوكي عندي نظرية هيك أنا حر مع نفسي يعني. أنا من عشاق رواية اسمها إنهم يقتلون الجياد أليس كذلك، اسمها They killed horses don't they هوراس ماكوي فالكاتب يعني. فلما عم تحكي عن الخيل وعم تحكي انه الشيء الوحيد اللي شفته عم بيتحرك هو المكعب، لانه انا شخصيا اشبه الخيل. انا انهم يقتلون الجياد ليس كذلك، انا لا اتحمل الالم عرفت شو، وبكابر كتير لكن جرعه الالم عندي مرتفعه يعني عرفت شو يعني بتحمل تولرنس. ليش تاثرت من الوصف؟ لانه عجبتني الصوره عجبتني الصورة قديش حلو لما أنت بتكون. هذا بيدل على شيء واحد بس، بيدل لأنه يعني قديش حلو قديش صعب وقديش بحاجة لقوة وثقة بأنك أنت تكون حقيقي مع نفسك. يعني أنا أنس عم أقول لك الصورة طاهرة طازجة كما عم تطلع بذهني تماما. أصدق وكل ما كل صورة موجودة بذهني هي ما عم تطلع يعني عم تطلع من المعمل اللي هو موجود لكل شخص عنده معمله الخاص. يعني أنا ما طلعت من العبس هذا اللي كنت عم أقول لك إياه من شوي. لا يمكن يفرز العقل شيء من العبس فقط نعم
هو عبارة عن يعني أنا مغرم بتقنية البلوك تشين ومغرم بتقنية ما بعرف السمعان يعني. أكيد أخوي مو مقصر. مو مقصر. بيفهم. يحاول. إيه إتس تكنولوجي. صح. فلما بتفهم السيستم كيف يعني كيف بتشتغل هاي التكنولوجي إتس أميزينج. عم بحس إنه الدماغ كمان بيشتغل بنفس الطريقة. بيكون مقفل كل الوقت على شيء معين وعاطط له كيو باسورد. بس لما بتستدعيه بده ينجدك وينقذك فبتلاقي مباشرة البازل ركضت وعملت تعريف لبعض البعض وكونت لك صورة معينة بس انت لازم تاخذها وتفهم. صح. وكمان مثل كأني يعني انا كمان قلت لك انا سنسيتيف يعني مثل كأني شفت مشهد حلو بفيلم ولا بمسلسل. انا عيبني انا تعرف الحمد لله يا باسل انت اول انسان اسألها السؤال في المقابلات عشان عطيتني جواب حقيقي وكنت مركز انك تكون صدق صادق مع الاجوبه وقلت لي لا مش موضوعي سله مش موضوعي لحظه ورديت تتخيلها فاحترمت انا هالشيء وحتى قلت لك اذا بتتذكر قلت لك ما بدي اخلط بين اي كولاج ممكن يصير معي بمخي وبين اشياء صاده ذهني لانه هي ارتستيك يعني هي سلفادور دالي لو انت بتعرف يعني صح. تقول سلم فتشوف السماء الزرقاء والغيوم والسلم اللي معلق بالهواء والفيل اللي مارق الرجل طوال على شكل غزال يعني صح. بدي احاول فضي ذهني نوعا ما من هالصوره لاعطيك صوره موضوعيه بشكل او باخر اقدر هالشيء تخاف من شو شوف انا الاسئله اللي بتسالها يعني اجباري بدها تفتح عندي اشياء كتير كبيره بخاف من شو كنت خاف من حالي خاف من الأنا اللي ما بعرفه وأنا هون فعلاً ما عم فزلك الكلام لأنه أنا معجب جداً بكلمة قالها شكسبير ما بعرف يعني بما معنى أنه نحن كإنسان كل شخصيات اللي كتبها مبنية على فكرة أنت من أنت بالنسبة أنت محكوم بالميبي أوكي بكلمة ميبي فبخاف من كلمة الميبي تجي على حياتي إنه يمكن تكون غير عن اللي أنت تتوقع ممكن جدا ولذلك قلت لك أنا بحاول علم ابني وعلم نفسي أني أنا ارتدي يكون عندي درع أقدر ألبسه لما أنا أحتاج لأنه أحيانا عدوك يعني كلمة واضحة سمعانا منها كتير أحيانا عدوك بيكون نفسك يعني أشد أعدائك هو نفسك صحيح نفسك المشتهى يعني كمان احيانا طموحك ممكن يكون عدوك يعني طموحي ما له عاجبني هلا انا قاعد على الكرسي مثلا ممكن يكون عدوي ممكن يدلني على طريقه اوصل له بس بطريقه ما لها صحه ممكن يخرب بيتي طموحي صح بس اذا طموحي ابن عالم وناس وحباب وبيعرفني مزبوط صدقني بدلني على طريقه صح بس اذا ما بيعرفني مزبوط بيخرب بيتي أفضل لحظة في حياتك؟ أفضل لحظة بحياتي كتار بس لأنه كنت عم بحكي هلأ قبل شوي حكيت عن اللوحة وحكيت عن ناهد زوجتي أنا مرة غلطت وقلت وأنا أعني هذا الكلام كنت بأحد اللقاءات قلت أني أنا لا أؤمن بالحب أوكي؟ أنا أؤمن بشيء أقوى من الحب وكنت بشوف انه الحب هو عبارة عن شيء الحب العلاقات اللي هو العلاقات البشرية مش ما بعرف نحن ليش سميناها وحصرناها بين قوسين بكلمة حب قلت انه انا ما بحب ناهد انا وجودي من وجوده ارتباط وجودي يعني وليس حب لانه الحب هو شيء اعتقد شخصيا انه لها عمر وأعتقد أنه محكومة بظروف كتير كبيرة ممكن تخففها أو ممكن تزودها depends على الطرفين فأنا عن جد لك أنه من أسعد لحظات حياتي وأنا مصر على كلامي أنه أنا مو بس يعني علاقتي بزوجتي مش حب هي beyond يعني هي أرقى أنا من وجهة نظري بشوفها هي وجودية أنا سعيد لما بتكون سعيدة لما بتحقق طموحها اللي بده اياها بكون سعيد ومن قلبي يعني
هذا اللي عم حاول اني انا وصله باي احاديث بتصير بيني وبين اصحابي. يعني انه نحن بعلاقاتنا دائما ننطلق بكثير من الاماكن. انا من منطق الايجو، يعني انا بحبك لما بتعمل شغله منيحه الي، اوكي، بس انا بفكر اني حبك ولا لا لما بتعمل شغله منيحه الك. لا، بيصيبني شيء اخر هون، حسد، ضيقه عين، غيره، لك هذا فلان مثلا والله ساعدوه فلان، او ما بعرف، او محظوظ، او ما بعرف شو. لا لا، اذا انت بتحب شخص، اذا اعتبرنا كلمه حب هي المواتيه، والله العظيم يعني مش نظره ولا مدينه فاضله، ولا انه انا عم اقول لك انه انا شخص ملاك يعني بيطلع لي دائره فوق راسي اطلاقا، بس انا كل يعني بشوف العلاقه معها فعلا هي وجوديه فعلا. يعني كل ما لما بتكون مبسوطه او سعيده او عم تضحك، او انا بكون مبسوط جدا من جوا، بكون سعيد من قلبي، هيك بحب علاقتي معها، وهيك بتمنى انه تستمر. ولساتني مصر انه الحب الحب شغله اخترع على البشر، الحب جزء كتير كبير منه للاسف وجهه نظري ممكن يكون ضعف. انت بتحب لما بتضعف، في ناس كتير يعني لا بتخليني معي، لا لا انا ما بتخانق معك، انا انت خليتني افكر في وايد اشياء. مفهومك جدا قوي. هل يمكن للحب يكون ضعف؟ حوار حاجتك للحب. انا بقول لك يعني سوري، ما بحب اقول كلمه انا كثير، بس لانه عم بحكي عن نفسي، باستثناء الحب اللي هو حب الاطفال، حب الولد، حب ذريتك، اوكي. ومع الزمن على فكره ممكن حتى هذا الحب يتحول، حتى هذا الحب، حتى الاب والابن، الام وبنتها يتحول، وعندك امثله كثير في الحياه. يعني في كثير للاسف اشياء في بيصل يعني انا اسف اني احكي هذا الكلام، بس انا بسمع احيانا بيصير انه البنت بتغار من امها، والام بتغار من بنتها، أكيد. والاخ بيغار من اخوه، والاخ بيغار من خصام سنين، وخصام سنين، والاب ما بيحكي مع ابنه، والاب ما بيحكي مع ابوه، بيتبرم. عم نسمع كثير قصص، صح. حتى هذا الحب مقدس في مرحله من المراحل، ولكن يخضع للقانون البشري تبعنا، يخضع لرغبتنا، انه هو ما بينولد وبس بينترك، بدك تدير بالك عليه. هذا الحب بدك تسميه حب، بدك تدير بالك عليه، بدك تسقيه دائما، صح، على طول. كتاب بعض، انا وايد تكلمت عن هالكتاب، بس هالكتاب انت بيعيبك، اقرا لو ما قريته، وخلي اولادك وزوجتك يقرونه، The Five Love Languages، لازم تقرا هالصغر، اوكي، مش طبيعي. ويتكلم، ليش انت ذكرتني فيه؟ غير ان كل انسان عنده اللغه في الحب، في انسان يقدمون خدمه بس ما يعرف يتكلم في الحب، ما يقول حبيبي اموت عليك، بس بيكون لك فزعه، بيساعدك، بيوديك، بيطبخ لك، ارقى انواع هذا، في وايد انواع من الحب. ولكن في الكاتب يقول ان كل انسان عنده تانكي، نحن نقول تانكي يعني لايك ا فيول تانك، وين تحتاج تسقي حب. بالضبط، لو نزل للحب يموت ترى. اكيد ينتهي، لا، مع اولادك، مع حتى ياما اولاد علاقتهم رسميه جدا مع امهم طبعا، بس حبيبه يبوس على راسه طبعا، بس ما في حب، ما في هالعاطفه والحضن، ولا احبك وعشقك واموت عليك وانا مشتاق لك، هذا ما بدون استثمار. جدا صح، جدا صح اللي عم تحكي. بعتقد نحن بحاجه لنعمل تطوير شوي لهالكلمه، ونرقيها شوي اكثر، مش نرقيها، هي راقيه جدا يعني، بس نحن استرخصناها. استرخصناها يا ريال، الناس بعد اسبوعين يقولون انا احبك واحبك، صح، اي اسبوعين، صح. العلاقه المثاليه او قد تكون مثاليه هي العلاقه اللي انت بتكون مبني على فكره الوجوديه كوجود. يعني اذا شيء ما موجود فانت موجود، واذا انت موجود هو موجود. يعني نحن روحاني، حللنا بدنا، روحه روحي وروحه يا روحه، اذا شاء شئت واذا شئت يشاء، بما معنى هو كلام صوفي، ولكن هو يشبه آلية الوجود. نحن روحاني، حللنا بدنا، روحه روحي وروحي روحه، اذا شاء شئت واذا شئت يشاء. جميل.
فاللحظة شو بنقول؟ اللحظة اللي تعرفت عليها؟ علما أنه أنا وياها متخانق كثير جدا يعني جدا 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 متخانق. بس دائما لما بطلع جوا لما بطلع هيك عموديا اوكي I enjoy it. بحس انه واو شو جميل ديب. بس نحن يعني لا لك مثلا هي شغله بتضحكني كثير بقول يعني يا الله يديم دائما يا ربي المحبه دائما بين الناس. و المهم احيانا متخانق اوكي وبتكبر الخناقه بيناتنا ومنضل كذا يوم ما بنحكي مع بعض. بس انا بقعد بس هيك هي دمها خفيف بلا دائما انا بيروح حقي لانه بتضحكيني بقلب الخناقه يعني بقلب الخناقه بتضحك انا فبحس انه خلاص ما بتقعد بتقبضني يعني صعب تكون زعلانه. ايوه فبقول لها احيانا بقول لك يا ناهي احنا ولا مره الحمد لله لهلا اوكي بنتخانق وما بعرف شو كذا وبنصل وما ادري شو وبنصل كثير لامور خلاص نحن انتهينا ولازم نترك ما بعرف شو يعني هذا الكلام هذا بتعرف السيناريو يعني. بس نحن ولا مره تركنا ولا مره هيك ببساطه بقول لها ولا مره نزلتي على المول بدوني ولا مرقتي من جنب المكان اللي انا بقعد فيه وبشرب قهوه وانا العكس قادره تتحملي هذا الشيء. احنا ولا مره وصلنا له يعني افهم شو بقصد يعني في ديتيل يعني احنا عم يعني الخناقه لساتها فوق يمكن باول مترين اوكي بتضل فوق فايشه الخناية بس تحت لسه ونحن 14 سنه ثابت الاساس ثابت لانه انا كثير بحب علاقتي تكون وجوديه مع الشخص جدا حلو. يعني انا فعلا احيانا بقعد بطلع والله العظيم ولا اتردد فعلا بقول انه قديش ممكن تكون معطاء مع الاشخاص اللي بتحبهم بين قوسين كلمه تحبهم لاي درجه ما بعرف ما يعني ممكن تشيل يعني العين تعطيها ايه ممكن تشيلها وتعطيها يعني بمنتهى البساطه. زين نروح للعكس أسوأ لحظة في حياتك. نحن هيك ما يعني أنا بحاجة شوية فريش مش أسوأ ما بدي أقول أسوأ لأنه يمكن قد تكون لحظة قاسية جدا علي وفاة والدي وكانت لحظة تنوير بالنسبة لي. ما بدي احكي كثير يعني بس انا والدي يعني بحس انه يعني ما بعرف يعني علاقة الانسان بابوه علاقة ما كثير اتطرق لل ما كثير حكينا عنها بنحكي دائما علاقة الولد بامه بس ما اتطرقنا علاقة الولد بابوه. انا عاشق لوالدي وبحس انه هو رجال بكل ما تعني الكلمه من معنى عاطفي وحساس جدا 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 واللي بيقتلني من جواتي دائما انه هو عنده احساس بانه هو لم يقدم رحل ولم يقدم الي ولاخي بما فيه الكفايه. عرفت شو؟ فهذا اللي بيخليني نوعا ما دائما عندي احساس بالحسره واللي للاسف هو يعني رحل خلال 3 ايام فقط واخر مسج كنت عم سوق السياره كان تعبان حبيبي فكان عم يعتذر مني وما بعرف ليه يعني على التليفون عم يقول لي انه عم يعتذر لانه غلبني كان بحاجه لاكسجين وكان الاكسجين شوي وقت بفتره الكورونا وكذا صعب ف يعني ما بده يكون عبء على اي حدا حتى بمرضه. وانا اعتقد بانه مشيئة الله يعني طبعا لكن انا بعتقد انه قرار وفاته كان من داخله ما بده يكون عبء يعني ما بده يحس بانه عبء على حدا اطلاقا. فكانت قاسية وما قدرت اشوفه لانه كان ما في طيران وما فيها وصار معي أشياء بعد وفاته. أنا كتبت شغلة عندي قلت كنت أتمنى أن تخفو عيناك الطيبتان على خدي قبل أن ترحل يعني بس كان بدي هيك يعني
يعني حطهم هون بس هيك. بس للأسف ما قدرت. بس كانت لحظة تنوير بالنسبة لي بحياتي. أنا على يقين أنس، على يقين تام، ويمكن اللي عم يشوفوني يقول عني مجنون، ممكن تقول أنت عني مجنون، ممكن أي شيء. أنا على يقين أني غادرت هذا العالم لفترة لا أعلم قديش هي، ورجعت بعد وفاة والدي. وليس نوع، وأنا نوعا ما شخص مش مشكك يعني، بس بحلل كتير يعني. لا كان هو استعداد ذهني، ولا كان هو نتيجة اشتياق، ولا كان نتيجة هو تصور، ولا إلوجن، ولا أي شيء. أنا فيزيكلي غادرت هذا العالم لفترة محدودة ما بعرف شو، ورجعت من جديد على صوت أخي، وكانت بنتي معي بإيدي. بس لوين رحت ولا ممكن أحكي في حياتي. ولذلك قلت لك لحظة تنوير. تتذكر هالفترة ولا أبدا؟ بتذكرها وبالمسا يعني. مش بس بتذكرها، حتى سمعت صوت في إذني وكشفنا الغطاء عن قلبه. هذا اللي سمعته، هذا فيني أقول لك. وفي يوم من الأيام تحس بتكتب كل اللي تذكرته؟ أكيد إن شاء الله، إذا الله أعطاني عمر أكيد. هل كان صعب عليك باسل أن أبوك كان في آخر أيامه وأنت كابن ما تقدر تروح؟ قلت لك الظرف المرض صار بشكل سريع جدا يعني. نعم. 3 أيام 4 أيام يعني، ما حدا توقع بأنه بسرعة الحالة تدهور بسرعة. وقبل بساعات المفروض أنه جاء الدكتور وقال الأكسجين رجع جيد وإلى آخره. الصبح توفى. بس ما كان يعني، كان ما في طيارات إطلاقا. مسكر الدنيا كلها وقتها ببدايات كورونا، بعز كورونا يعني. وصعب هذا عليك أنت أنك ما قدرت تشوفه؟ يعني ما بعرف إذا بقدر. هني السؤال، هل أفضل تشوفه ولا الأفضل لا؟ ما بقدر حتى لو كنت موجود. ما بعرف ما بعتقد إني بقدر يعني. ما بعرف. وليس هروب، شوف انتبه هون، ليس هروب، ليس حال يعني، مش اني انا بخاف او ما بدي اشوف او كذا. في ما بعرف ما تفوتني بمكان اناس عن جد ما بيخلص الحديث فيه، لانه انا ما بعرف اذا ما بدي اخبص يعني، ما بدي اخبص يعني. في خلاص، في احيانا انت بتوقف في ليميت، عرفت شو؟ ما في بتجاوزه، لانه في شيء انا نفسي ما بعرف، ما لي واثق انه انا اجابتي حقيقيه ولا مش حقيقيه. انت سالتني قبل شوي، قلت لك انا على يقين اني غادرت هذا العالم. اي نعم، على يقين اني غادرت هذا العالم، وبحط اصبعتي بعيني. اوكي، وسمعت صوت وكشفنا الغطاء عن قلبه. نعم سمعته، وفي اذني وجهرا. بس غير هيك ما فيني بقول، لانه ممكن تفهمني الناس غلط، او ممكن مش تفهمني غلط، ممكن شيء ما فيني بحكي عنه. مثل ما سالتني انه انت بتقدر كنت تقعد مع أبو، ما بعرف، بجوز بهذيك اللحظه يمكن ما بعرف، يمكن يعني يمكن انزل معه ما اطلع يعني. ممكن جدا يعني، ممكن انا الله يرحمك يا ابي واخذك لحتى نزلك ودعك، يمكن انزل معه ما اطلع، عن جد ما اطلع. احيانا بيصير في عندي يعني، احيانا انا شخص اكستريم ببعض الاماكن يعني. يعني لاعطيك مثال، كنت طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية، اجت فرقة شهيرة جدا بيشتغلوا مع مخرج فرنساوي جدا معروف اسمه فيليب جونتي، عملنا معهم كذا ووركشوب. فواحدة من التمارين العظيمة اللي عملتها بحياتي، واللي الأثر تبعها ينمو وينمو وينمو مع الحياة يعني، مش ما بيخلص بس بوقتها، انه انت تمنح الثقة لشريك. اوكي، انت أنس بتثق فيني، تمنحني الثقة وانا رح كون على قد هذه الثقة. انت بدك تتصرف
عدد معين من الساعات بعيد الشر عن قلبك كأنك أعمى. تمام؟ يعني أنا بدي طعميك، أنا بدي مشيك، أنا بدي قعدك، أنا بدي طلعك لبرا، أنا بدي سمعك موسيقى، أنا whatever بدي عيشك حياة. هذا تمرين، بدي عيشك حياة، أنا الجايد وأنت بدك تثق فيني لدرجة أنه أنت حتى إذا حبيت اللهو ممكن تطلع تاخدك تركبك تاكسي ويروح يأخدك ويركبك بسوينج ولا ما بعرف شو whatever. بدك تمنحه الثقة أو تترك حالك وتقع وهو يمسكك، يعني بدك تعيشها إلى الماكسيمم. depends على أنت وهو قديش بتثق فيه وقديش هو وسوف تتبادل الأدوار. الإفكت تبعي أنا بعد ما طلعت، يعني لما خلصت التمرين أنا وفتحت عيوني وسألونا شو اللي صار، أنا بتذكر أنه أول جملة قلتها بعد هذا التمرين وكانت من جوا 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 قلبي، لدرجة أنه دموعي كانت طول الوقت عم تنزل بدون كنترول. قلت لهم أنا تمنيت أني ما فتح، تمنيت أنا أنه ما أرجع أفتح عيوني من قد ما كان في جمال. طبعا هذا لا يعني أني أنا لا أقدر نعمة البصر، بس عم قلك يعني كل ما تراه من تشوهات طبعا depends على قلت لك مرحلة التمرين، كل أحاسيسك الأخرى بتعوضك. يعني العين ما موجودة فبتلاقي اللمس بيتغير، الشم بيتغير، الذاكرة بتتغير، العقل، إحساسك بالأتموسفير، إذنك بتسمع أكثر، استقبالك للموسيقى غير، مخك كأنه بيصير هو عبارة عن شاشة بلازما ما بعرف شو هي، سكرين كتير كبيرة وعم يمر قدامه فظيع، يعني فظيع فظيع فظيع. بتحس المخ قديشه فجأة حط طاقية البروفيسور وأنجز بشكل أقوى وأقوى وأقوى وأقوى، كل شيء فيه معادلات عم بتمر حوالي ترجم بشكل فظيع حول للغة معينة، لغة ما بعرف شو هي، لوغاريتمات ولا ما بعرف، والله الله أعلم شو هي. بس عم قلك أنه برجع لك الحديثي أنه أنا ما بعرف باللحظة شو ممكن أعمل. قلت لك ممكن فعلا يعني أنا أنزل أنا وياه لتحت، ممكن ما أطلع. تحس باسل الوالد الله يرحمه كان فخور فيك؟ أي الحمد لله، هذا الشيء اللي بيرضيني كتير. ذكرت ويا أخوي ظافر صديق أن اشتكت لدعاوي لك. طبعا الله يرضى عليك أنت وأخوك دائما، وهذا الشيء اللي بفتقده أنا، اللي بفتقده هو هذا الصوت اللي كنت أسمعه دائما، اللي بيحسسني أنه أنا عندي استعداد فوت بأول، يعني فوت من هذا الجبل أطلع من الطرف الثاني، فوت ولا يهمك، خلص جو هاد دخل أنا معك. عرفت شو؟ نوعا ما إحساسي مش بالأمان، إحساسي بالظهر خف شوي، مش شوي، ما بدي أقول شوي يعني، لأنه ما بدي أقولك أنه يعني كسرني، لا ما بدي زعله مني، يعني ما بدي زعله مني، بس هو حسيت أنه ما عاد عندي ظهر. مشتاق لها طبعا. يمكن يمكن الشيء اللي صار معي بعد وفاته خلاني مطمن نوعا ما. الرحلة لرحلته. كيف يعني؟ ما تفوتني بمكان. أنا أحب اللي تقوله. طمني يعني، أقول لك الشيء اللي صار معي طمن. الحمد لله يا رب. الوالدة الحمد لله أمورها بخير بالشام. الله يحفظها. خليك يا رب وخلي لي إياها وطول بعمرها. الوالدة شو اسمها؟ قلت لي اسمها حلو. ماما اسمها سناء سكر. سناء سكر. ماما صوتها حلو وتحب تغني، كانت كمان من عائلة فنية. عمها لماما هو ملحن شهير جدا في سوريا وفي الوطن العربي اسمه عبد الفتاح سكر. أوكي. فالعائلة هي يعني فيها عرق فني. الوالدة الله يحفظها لو تلخصها في كلمة.
ما في يعني بكون أنا جاحد إذا لخصت والدتي بكلمة. كل حد قبلك لخص. أنا ما بقدر لخص أمي ولا بكلمة. كلمة أمي هي كلها كلمة. ولا ممكن ألخص كلمة، مستحيل لخص إنسان بكلمة، مستحيل. لا لي جابريا غارسيا ماركيز ولا لي يعني ما يعني ما لي، لا أملك هذه الفصاحة اللي بتلخص لي إنسان في كلمة. أمي قل لي هي أمي، هاي بعد كلمة ترى يعني ما 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 في كلمة. رسالة للوالد، بابا الله يرحمه، أنا كل ما بتقدم فيني العمر عم بكتشف قديش إني بشبهه. بابا كان يفتح باب الخزانة بس يكون متضايق مثلا أو صاير معه ما بعرف، يفتح باب الخزانة. عرفت شو الخزانة؟ كبت يعني؟ في عنا أي بالضبط، في عنا ببيتي في سوريا في الخزانة القديمة، أوكي؟ اللي هو يمكن من أيام أتجوز، تمام؟ ففي بارت منها له، فيها تياب وفيها أشياء وفيها أغراض وفيها كذا وفيها أشياء القديمة وإلى آخره. فأنا مرة لقطته بالصدفة الله يرحمه عم بيفتح الباب، بيفوت هيك لجوا بيشم وبيسكر، ما حكيت شيء أنا، بس أنا I can understand يعني I understand. فأنا كتير بشبهه يعني بشبهه بهذا الشيء يعني يعني هو عم ما بعرف شو بدي اقول لك، شو عم ياخذ من هالمترين بمتر، بس انا عم اقول لك هو كان عم ياخذ عم ياخذ الحياه، عم ياخذ الاكسجين، عم ياخذ الطاقه، عم ياخذ القوه، عم ياخذ عم يشم السنين الماضيه كلياتها ويعبيها لحتى تعبي لحتى يمشي في الحاضر. شو الرساله؟ يعني طبعا غير كلمه انه انا اشتقت وا 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 الى اخره، رساله صعب كثير السؤال، صعب ما بعرف شوف خاطرك تقول حق الوالد. والله العظيم ولا شيء؟ لا مو ولا شيء، وايد اشياء بس ما بعرف شو بدي اقول يعني، ما وحياة الرب بعرف شو بدي اقول، ما بعرف. ما لقيت عندي، ما في يعني، ما دورت بكل هالقاموس اللي عندي ما بعرف، بس يمكن ما اطلب منه طلب يعني، ممكن ما اقول له رساله، ممكن انا راح اقول لك شو انا راح اقول لك. ما بدي رسالة ولا بدي أقول له شيء ولا أبدا يعني. عن جد ما بعرف. أنت فكرت في شيء؟ شو كنت بتقول؟ كنت عم برا مرة عم بقرأ مرة كتاب، مرة اشتريت كتاب بس للأسف كنت عم حاول أتذكر اسم الكتاب بس نسيت لأني ما قريت الكتاب، بس عجبني الإهداء يعني. أنا اشتريت كتاب من الإهداء، بنت أنا فتحت كتاب لقيت فيه إهداء إلى والدها، طبعا هذا الكتاب عندي قبل ما يتوفى بابا. فالإهداء بما معناه عم بيقول أنه لما كنت تاخدني أنت وصغير، أنا وصغيرة صورة هيك، أبوها ماشي معه وهي ماسكة إيد أبوها، أوكي، وعرقانة إيدها بإيد أبوها، أوكي، وطول الوقت هي ماشية
أخذها مشوار، فهي عم تطلع على أبوها لفوق، تمام؟ فهي عم تقول له كل الوقت من لما كنت صغيرة لهلأ وأنا عم دور على وجهك في العالي، أوكي؟ يعني أبحث عن ملامحك في السماء، يعني قمة الحب وقمة الشاعرية وقمة الحب الطفل للأب، و يعني هي صورة، هي رسمة، هي مش حاجة يعني يعبر عنها بالكلام بصراحة. فأنا ما بعرف يعني لما بتذكر يمكن شيء، يمكن تاتش، يمكن حضن، يمكن مسكة، يمكن شمة، يمكن نظرة بالعين، يمكن قل له قل لي كلمة بحياتك ما قلت لي إياها، يمكن ما بعرف. وصل لي. آخر سؤالين. لو نأخذ قلب باسل ونحطه حين قدامك شو يقول لك؟ طيب كتير. لا، شو قلبك يقول لك أنت لو شلينا وحطينا؟ شو قلبك يقول حق باسل؟ يا سألتك، واو. يمكن شو رح يقول لي ولا أنا شو رح أقول له؟ قلبك شو بيقول لك؟ شو رح يقول لي؟ فيني أقول؟ مع أنه أنا مو شخصيتي أبداً يعني، بس ممكن يقول لي انتقم لي، ممكن يقول لي ما عملتني بطريقة كويسة، أنا ما عملته بطريقة كويسة، أو ممكن يقول لي تاني مرة إذا بدك ترجعني بدك تحطني ببوكس من فولاذ، أو ممكن يقول لي بكل أمانة أعمل لك كثير عميق السؤال جدا، يعني كثير عميق، يعني يعني عم تاخذني لمكان صعب كثير. يعني ليش حزنك السؤال؟ لانه ايه، اذا شلته وحطيته قدامي أكيد رح يحزنني السؤال. يعني إذا أنا تصورت بأني أنا شلت قلبي اللي قدامي بكل ما يملك، أوكي، من 44 سنة صار له جواتي، 44 سنة عم تجي تقلي إذا حطيتها قدامك شو بدي؟ طبعاً بدي. حامل كتير، لأنه حامل كتير. بس قلت لك يعني هو طيب جدا، يعني كتير طيب، عن جد طيب. يعني لما تطلع عليه من برا بقول طيب يا حرام، عرفت؟ طيب يا حرام.
نعم ابتدينا فيها الحديث. بس هو بيعرف انه هو ماله طيب يا حرام. هو تماما بيعرف انه هو ماله طيب يا حرام. هو طيب يا حرامكم يعني او ما بعرف يعني. فاهم منك. اخر سؤال. تفضل. باسل في كلمة. ناهد بتقول لي انه انا بوافقها على الرأي. بتقول لي انه انت كتير سهل. يعني هي كليشيه الكلمة بس انا كتير بشبهها على هالكلمة. سهل. سهل وصعب. نفس الوقت. بنفس الوقت. Thank you, Anas. إنسان مش طبيعي أنت والله. حبيبي أنس. يعني ما أعرف شو أقول والله باسل ما أعرف يعني. الحين يوم أنت بتروح أنا لازم أجلس أفسر الشخص اللي تعرفت عليه اليوم. وأنا فهمتك أكثر عن ما أنت تفكر يمكن فهمتك. لا أنا متأكد أنا يعني أنا بشوف العيون. قلت لك أنا لما بلش لكل مقام مقال أنا مستحيل يطلع مني شيء إذا ما بالنسبة إلي أنا عين الشخص اللي قدامي مراية تروح إذا ما فتحت لي بوابة مستحيل أقول. عرفت شو؟ يعني أنا وأنت يعني أنت عندك تاتش وود يعني عندك أسلوب يعني أنت بتسأل من يعني ما يعني ما بتسأل سؤال أنت بتسأل من جواك مش سؤال هيك يعني تتبنى السؤال وتقول يعني بيعنيك اللي عم أقوله. فهمت شو بقصد؟ أكيد أنا بان غمس حبيته ما حبيته بس بيعنيك. فهمت شو بقصد؟ صح. وايد استمتعت وحتى وأنا. السؤال القلب من أكثر الناس اللي قدروا يتخيلون السؤال. ترى السؤال معقد جدا مش أي يقدر إنسان يقدر يتصوت يعني. في ناس يجاوبوني في ربع ثاني ما فعارف إنه ما استوعبوه عشان أنت قلت لي شيء اللي أنا مرات يوم أنا أسأل السؤال الناس ما يعرفون يجاوبون. تعرف شو أقول لهم؟ أي أحاول أصور لهم صورة أقول القلب هذا مع كل اللي مر وكل اللي قلت لي اليوم وكل المآسي والأحزان والفرح كل شيء كل شيء كل شيء الجمال في الحياة كل شيء لو تأخذه وتحطه قدامك شو بيقول لك؟ فإذا حاول أصور أنت قلت لي هالشيء بدون ما أنا أرسم لك الصورة. قلت لي أنا 44 سنة هذا داخل طبعاً ففهمت واقف قاعد جنبي شو بدي يقول لي أو شو بدي يقول له يعني. شكرا يا اخي حبيبي انا انجويت فعلا وهي بدي اخذها انا يعني حطها عندي ل من الـ من الـ من الاعداد فعلا 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 اللي ممكن اخذها واحتفظ فيها في كل حياتي. الحمد لله لانه هي يعني بجهدك وبقعدتك وبكلامك وبهذا الحوار بعتقد انه ممكن انا من المرات القليله اللي قدرت فيها اعبر فيها عن قول مين انا. هذا أهم شيء الإنسان. الإنسان باسل.